أعطي ما أملك من أجل الإنسانية. هذا سبب كل عمل لابد عليه أن تستحضر فيه الدين. كل عمل بإيمان حتى يكون شنو؟ لا زوال له. كل أمر بإيمان لم يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. بسم الله الرحمن الرحيم تريد عندنا دائما الجوارح تشتغل، اليد تشتغل، البدنان يشتغل، نظرات تشتغل. اليوم تعطلت يعني بس مضطرين يعني هذه قهرين نمسك بإذن فيه، لأن يعني الإيد لها راح يكون أثر كبير جدا فيما في موضوعة التواصل الإنسان. البرمجة اللغوية العصبية أنا ما راح أسألكم، راح تعرفوها بالتدريج شنو هي. دائما طرقنا تكون إن شاء الله تعلمنا من عندكم وأساتذتنا، وهذه الجامعة النوعية المقائمة دائما نتابع آثارها. كون منظومة تعاطينا إن شاء الله تعاطي غير مألوف. بسم الله الرحمن الرحيم، ببركة الله سبحانه وتعالى أقمنا اليوم دورة البرمجة اللغوية العصبية الكونية على قاعة المؤتمرات الكبرى لجامعة العراق في محافظة البصرة، بحضور جمع غفير من الأساتذة الأعزاء والطلبة، وكان تفاعلا مميزا لهذه الدورة. تناولت كثير من الموضوعات رغم صغر الوقت إن شاء الله وسوف تستمر. تحدثت عن القراءة الكونية والنظرة الحقيقية للواقع وللوجود، كيف نتخلص من العادات، كيف نتخلص من المحيط والبيئة الضاغطة، كيف ننظر بنظرة ثلاثية ونظرة واقعية ونظرة شمولية لكل الأحداث، كيف نرتقي ونصل إلى الكمالات، كيف نكتشف كنوز ما أودعه الله في أنفسنا، كيف نتميز، كيف نكون سعداء على طول الخط. كثير كثير من الموضوعات إن شاء الله وفي الدورات القادمة المتواصلة سوف نكملها بعونه تعالى.